بالظهور بشكل ممتاز ولدينا الكرة وفرصة الهدف الأول. العنابي لا يتأخر ويسجل عند الدقيقة الخامسة في أحداث شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الضغط الذي يثمر عن هدف أول والسيطرة التي تترجم إلى تقدم في نتيجة هذا اللقاء. هذه هي التمريرة وهذا هو الكنترول وهذه هي في أحداث هذا الشوط الأول مع التراجع المستمر بالنسبة لمنتخب سريلانكا. الكرة ترسل على العرضية. الله، الهدف الثاني يأتي عن طريق مصطفى عصام. مصطفى عصام يضع كرة بالرأس ويسجل من خلالها الهدف الثاني للعنابي الشاب. يستمر منتخب سريلانكا بتراجعه ويستمر العلمين محاولة للتقدم من جانب لاعب رقم 11. يتقدم، ينطلق، يمر، يسدد كرة. الله 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 على الهدف الثاني ببصمة من سجل الهدف الأول. الثالث ببصمة من سجل الهدف الأول المكي حسن. لكن قبل ذلك اللاعب رقم 11 جاسم فهد لعيب ومهاري وبالرقم 11 يذكرنا بصاحب الرقم 11 وبإمكانيات القدرات. كرة في الجهة اليسرى، محاولة الآن لصالح منتخب سريلانكا والتسديدة القوية وهدف. منتخب سريلانكا يسجل هدفا والفرحة في المدرجات. اللاعب البديل محمد شهير البديل الذي يستغل خطأ الدفاع ويسدد كرة ويسجل من خلالها الهدف الأول لمنتخب السريلانكي. شوف ركنية، الكرة ترسل عالية والكرة في المرمى. الهدف الرابع يسجل في هذه اللحظات. هدف رابع يأتي في هذا التوقيت وفي توقيت مثالي ومبكر في شوط المباراة الثاني. وردة الفعل من جانب المدرب، مدرب منتخب سريلانكا تشارا صامبات، الذي كرة وتمريرة في الجهة اليسرى. الله 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 على اللمسة. كيف بدأت وكيف كان لها من المفترض أن تنتهي فانتهت واستقرت في الشباك. كيف بدأت ثلاث لمسات من أجمل ثلاث لمسات في المباراة على مدى شوط ونصف الشوط الثاني. النهاية عن طريق جاسم فهد، لكن خلونا نشوفها من البداية. من هنا بدأت التمريرة وبعد ذلك